الذي طال انتظاره أصبح أخيرا واقعا، وهناك أسئلة كثيرة تدور حول الفريق، مهامه، صلاحياته، الدور المتوقع منه. في سهرتنا الليلة جزئان، الجزء الأول مع اثنين من المستشارين، مستشاري الرئيس الجدد، وفي الجزء الثاني سوف نحاول استطلاع آراء محللين ونحصل على تعليقاتهم وتحليلاتهم حول هذا الفريق. أرحب في الأستوديو بالدكتورة أميمة كامل، مستشار رئيس الجمهورية، والأستاذ بكلية طب القصر العيني، والأستاذ أيمن الصياد الذي عرفناه وعرفتموه رئيسا لتحرير مجلة وجهات نظر، وهو مستشار أيضا لرئيس الجمهورية. أهلا بكم. لا نعرف نقول مبروك ولا الله معكم ولا يعني دائما نرجو أن يكون الله معنا على أي حال. طيب. الآن وغدا وبالأمس وكل طيب يوم. أنت معترض على أن يكون المستشارون جزءا من الفريق الرئاسي؟ نعم، أنا أظن أن هناك بعض المصطلحات التي ينبغي أن يتم تحييرها كما يقول أهل الفقه والمنطق. عندما نتحدث عن فريق رئاسي، فالذي تعرف عليه علم السياسة في العالم كله أن الفريق الرئاسي هو الموظفين، أولا هم موظفون، ثانيا في حالتنا هم مساعدو السيد الرئيس، الأربعة مثلا الذين تم إعلان أسمائهم اليوم، بالإضافة إلى العاملين في مكتب الرئيس. هذا هو الفريق الرئاسي. عندما سواء كان نائب أو نواب، بالضبط، عندما كسب أوباما الانتخابات، عندما يعني يحدث في العالم كله، عندما يدخل أوباما إلى البيت الأبيض يأتي بفريقه الذي كان يعاونه في حملته الانتخابية. نعم. أو يأتي بفريقه من حزبه، لا غرابة في ذلك، ولا ينبغي أن يتوقف أحد عن هذا. أنه لو كان الفريق الرئاسي للدكتور محمد مرسي فكان ينبغي أن يكون من حزب الحرية والعدالة، وهذا فريق رئاسي ومن المفترض أن يكون فريقا سياسيا. أما عندما نتحدث عن مجلس استشاري مثلا أو عن هيئة استشارية أو يعني ما إلى ذلك، لابد أن نضع الأمر في نطاق. أولا، هذه المجموعة سواء سميت هيئة استشارية أو مجلس استشاري أو أي مكان، بداية الذي تخرج به من آراء وليس قرارات، ليس له صفة إلزامية، هذا شيء طبيعي. هذا ليس انقاثا من قدرها، بل هذا هو ضرورها. هو في فهمي أنها مجموعة من المفترض من أصحاب الرأي، من أصحاب الفكر، كنت أتمنى أن لا يكونوا يعني أن يكون اختيارهم خاضع للمحاصصة الحزبية، لأن هذا ليس فريقا سياسيا بالضرورة، وإنما هو يعمل كعقل للعقل مفكر، إنجاز التعبير، للمؤسسة الرئاسية. وينبغي أن يقتصر دوره على أن يقدم رؤى واقتراحات وليس قرارات، لأن في نهاية المطاف الذي سيحاسب عند أبواب صناديق الاقتراع هو الرئيس، هو المنتخب، وهو الذي سيدخل إلى الانتخابات. طيب. يعني لن يدخل أيمن الصياد إلى الانتخابات ولن يحاسبه أحد، الذي سيدخل الانتخابات هو حزب الحرية والعدالة أو هو محمد مرسي، وعليه ينبغي أن تكون له صلاحية اتخاذ القرار. طيب دكتورة، 17 مستشارا وأربعة مساعدين، ربما يكون هناك نواب أيضا غير اسم النائب الذي أعلن حتى الآن، المستشار محمود مكي. البعض يعني عفويا يرى أن هذا الفريق الضخم من المستشارين والمساعدين ربما يكون أو ربما يشكل حكومة موازية للحكومة القائمة، أين الحدود؟ أعتقد فرق كبير جدا بين الحكومة وبين المستشارين. الحكومة لها مهام تنفيذية. نعم. ولها سلطة إصدار قرارات ومتابعة هذه القرارات. أما المستشارين فدورهم بيكون إلى حد كبير جدا يعني مختص فقط بوضع رؤية، تصور، أو حتى إبداء رؤية أو تصور في أحد الملفات. وأعتقد أن العدد الكبير ده معناه أن هيبقى فيه تقسيم لبعض الأدوار، بحيث أن يبقى
كل ملف يعني أكتر من حد يكون مسؤول عنه، أو كل واحد من المستشارين منوط به متابعة نقطة أو إبداء الرأي في نقطة تكون هي أقرب ما تكون إلى خبرته وتخصصه واحتكاكه وقدرته على العطاء فيه. طيب نحن كنا في الماضي لدينا ولا يزال أعتقد من الناحية الرسمية المجالس القومية المتخصصة التي كانت تمد رئاسة الجمهورية أو رئيس الجمهورية بمثل هذه الاستشارات حتى تبين أن هناك تضاربا بين ما تراه المجالس القومية المتخصصة وما تراه الحكومة التنفيذية إلى الحد الذي حيدت فيه المجالس القومية المتخصصة ولم يصبح لها أي دور. فلماذا نستبعد أن تكون هناك تضارب في هذه الرؤى الفكرية أو العلمية بين ما يعتقده فريق المستشارين وفريق الحكومة؟ خليني أقول إن أنا بقول تصورات، أنا يعني حتى هذه اللحظة الفريق الرئاسي لم يلتئم، ما تقابلناش وما حصلش نوع من يعني تقسيم الأدوار أو تصور كيف سيكون طبيعة العمل. حضرتك مصممة برضه على استخدام تعبير الفريق الرئاسي؟ الفريق لا طبعا، أنا مع حضرتك احنا يعني مش هنبقى ملناش صفة تنفيذية، ودي ميزة يعني أنا أرى أنها ميزة طبعا، لأن المستشار شغله هيبقى أقل أو أخف شوية من المساعد أو النائب. لكن اللي أنا عايز أقول لحضرتك إيه، أطلع المشاهد على الوضع اللي احنا موجودين فيه حاليا، حضرتك بتتوقع ان يحصل نوع من التضارب او قد يكون هناك نوع من التضارب بين المستشارين وبين المجالس القومية المتخصصة؟ لا، هو بيحصل بين المستشارين، لا المستشارين هي الحكومة، لا اعتقد، لا المجالس القومية المتخصصة كان لها دور استشاري بحثي تمام، وكانت تقدم هذه البحوث الى رئاسه الجمهوريه. والفكره بس حاليا ان احنا لما زالت الامور في موضع او في مكان التنسيق وترتيب الادوار، حضرتك بتتخيل ان يعني هذا التصور اعتقد ان هو مش هيكون له يعني مجال من الصحه، ولا بد من البناء على التنسيق وطريقه العمل والصلاحيات والحدود اللي هيقف عندها دور المستشار. هل هيبقى هو مستشار لرئيس الجمهورية فقط ولا مستشار للسلطة التنفيذية كلها؟ هو ده السؤال. طيب الأستاذ أيمن، عندي بس شيء، يعني احنا إذا نظرنا للصورة بشكل متكامل فلدينا أولا مساعد الرئيس، ومساعد الرئيس هم الذين يطلعون بمهام يعني تتماس، يعني لدينا مثلا مساعد الرئيس الشؤون الخارجية ولدينا وزير الخارجية، هنا يكون التماس الذي تتحدث عنه. ولكن إذا تحدثنا عن مجلس استشاري قضية مختلفة. مجلس استشاري من المفترض أن لا يوجد احتمال أصلا لوجود مثل هذا التناقض كما تفضلت الدكتورة. أولا لا يوجد مهام تنفيذية. النقطة الثانية وهي الأهم، أنه حتى أنا لا أستطيع أن أضع هذه الهيئة أو هذا المجلس في مصاف المجالس القومية المتخصصة لفروق عدة. أولا المجالس القومية المتخصصة هي مجالس وليس مجلسا، وكل مجلس يضم أعضاء كثيرون ويعكفون على أعداد دراسات متعمقة وطويلة حول الموضوع المحدد، يعني من المفترض أن هذه الدراسات تصل إلى أصحاب القرار كلهم الحكومة وغيره. في حدثنا نحن الوضع مختلف تماما. الآن مصر تمر بمرحلة استثنائية بامتياز. ما جرى خلال الأشهر الطويلة الماضية لم يكن هو المرحلة الانتقالية بمفهوم العلوم السياسي، كان مرحلة شديدة الارتباك. المرحلة الانتقالية الحقيقية بدأت عندما تم فعليا الانتقال الحقيقي للسلطة إلى رئيس منتخب. الآن بدأت المرحلة الانتقالية، إذن لنا فقط 40 يوما تقريبا أو 50 يوم، 40 يوم يمكن على أو 50 يوم على بداية المرحلة الانتقالية الحقيقية. هناك نستطيع أن نقول متطلبات لإنجاح هذه المرحلة الانتقالية، هناك اشتراطات لابد من استيفائها لكي نقول أن الانتقال الديمقراطي قد تحقق. وما أتصوره حتى اليوم فيما بدا لي الدكتور ياسر علي وهو يعلن عن هذا القرار، أظنه أسمى هذه الهيئة الاستشارية بأنها الهيئة الاستشارية للتحول الديمقراطي. هذا يعني أن التحول الديمقراطي هو المهمة الأساسية أمام هذه الحاجة. طيب دكتورة، يعني نحن نتحدث حتى الآن عن نظرة سريعة، يعني بعد ساعات قليلة من إعلان هذا الفريق، ولكن هذه النظرة السريعة أيضا
توضح أن خريطة المستشارين والمساعدين تنبئ عن ثلاثة أرباع هذه الهيئة أو الهيئتين من الإسلاميين. هل يمكن أن يقنع هذا التشكيل الشعب البسيط؟ والله أنا عندي رأي، بس يعني هذا هو توجه. يعني قصة ان احنا نقسم الناس دايما الى اسلاميين وغير اسلاميين، الحقيقة بيضر بالقضية ويضر يعني بالنسيج الوطني. لكن على كل الاحوال لو يعني الناس مصممة على فكرة انه اللي موجودين او اللي موجودين في اللجنة في الهيئة الاستشارية او في المجلس الاستشاري من الاسلاميين، اعتقد ان هو الاسلاميين طيف كبير، يعني طيف واسع. والناس دلوقتي مدركة ان في اسلاميين ناحية الليبراليين، يعني دول اقصى يسار في الاسلاميين، وفي يمين وفي وسط. يعني لو يعني الناس اللي بتدقق وبتراقب التوجهات للاسلاميين هتلاقي ان في هذا التنوع جوه الاسلاميين نفسهم. وانا يعني نظرتي لسه السريعة، لسه طبعا الامور عايزة استيضاح اكتر، ان اغلب الموجودين من يعني الاسلاميين الليبرالز اللي احنا بنقول عليهم، يعني عندهم انفتاح على العالم الخارجي وعلى الاخر، وعندهم قدره الى حد كبير ان هم همزه وصل او يبقوا قادرين على المشاركه. لو اعتبرنا ان دي مشاركه في التحول الديمقراطي، اعتقد ان هم عندهم القدره دي. طيب يعني كان هناك ولا يزال هناك نوع من التوجس لدى أعداد كبيرة من الناس العاديين عن وصول الإسلاميين أصلا إلى السلطة، اختيار طريقة اختيار الحكومة، طريقة اختيار نائب رئيس الجمهورية. الآن هل تعتقدين أن ذلك سيمر مرور الكرام على هؤلاء المنتقدين لجماعة الإخوان المسلمين ودكتور محمد مرسي؟ خلينا أقول إن الممارسة والإنجاز على الأرض هو اللي هيرد. طول ما احنا متخوفين من بعض وحاسين ان في مشاكل هتنشأ بسبب هذه الاختيارات، فالامور ما زالت في مجال الهواجس والمخاوف. لكن خلينا نقول التجربة نفسها والانجاز على الارض وطريقة اداء المجموعة اللي تم اختيارها وطريقة تعاملهم مع الناس ومع الواقع ومع الملفات المختلفة مع التيارات والقوى السياسية، هو ده اللي يخلي الناس تحكم تطمئن او لا تطمئن. وانا مش من انصار نقول الناس كله تمام وكله كويس ودي ده احسن اختيارات في الدنيا، لا، انا بقول دعونا يعني اجتهدنا في الاختيار نجتهد في الاداء، وبعد كده الناس هتحكم والشعب يحكم. استاذ ايمن، بمجرد ان طرحت انا هذا السؤال اخرجت ال نعم، لانه نعم. يعني مره اخرى اعود الى تدقيق المصطلحات. طيب انا لدي مشكله كبرى فيما ساد نستطيع ان نقول الابجديه السياسيه في مصر طوال الفتره الماضيه، بداية من مصطلح الاستحواذ مثلا، وليس نهاية بمصطلح الإسلاميين. يعني لدي وحتى اليوم مصطلح الفريق الرئاسي، كل هذه المصطلحات تحتاج إلى تحديد أو إلى تدقيق في المصطلح لكي نعرف عن ماذا نتحدث. أنا يقلقني كثيرا جدا أن أستخدم مصطلح الإسلاميين لأنني لا أعرف له تعريفا، لا أستطيع أن أضع له تعريفا. ماذا يعني هذا المصطلح ونحن نتحدث هؤلاء المنتمون الآن إلى تيارات إسلامية سياسية واضحة؟ إذا تحدثنا عن ذلك وإذا انتقلنا إلى مصاف العملية السياسية as process، لا يكون هناك سياسية. معنى أصلا لطرح مثل هذا المسمى. لماذا؟ يا سيدي، في مصر مثلا المنافسة الرئيسة عند صناديق الاقتراع والتي اتسمت بالعنف أحيانا كانت بين حزب الحرية والعدالة وحزب النور، هذا واحد. رقم اثنين، التناقض الأول الذي ظهر في البرلمان في الجلسة الأولى كان بين رئيس البرلمان الذي ينتمي إلى الحرية والعدالة وأحد النواب الذي ينتمي إلى الحرية والنور ونائب آخر ينتمي إلى الوسط. يعني لنذكر هذه الجلسة جيدا، كان عصام سلطان وممدوح إسماعيل والدكتور الكتاني. هذا التناقض الثلاثي كان بين ثلاثة يمثلون أحزابا ثلاثة. إذن عندما نتحدث سياسة فنحن نتحدث عن أحزاب لا معنى على الإطلاق، لأنه يعني دعني أتحدث بالعامية، أمارتي أعتبر أن دول فصيل سياسي واحد. أمارتي إذا كان التناقض الرئيسي، إذا كانوا بينزلوا انتخابات، الصراع الرئيسي في الانتخابات كان بين هذين، كان بين الفرق. راج في الوعي العام أن الصراع كان بين الكتلة والإخوان المسلمين، ولم يكن هذا صحيح.
الصراع السياسي الحقيقي كان بين النور والحياة والعدالة. إذن يعني سياسيا ليس هذا هو الحال. دعني أضيف لك ما لا يعني ما لا يظهر بعد في الساحة السياسية. أحد الدعاة الجدد عامر خالد تحديدا يؤسس الآن حزبا. لماذا يؤسس الآن حزبا؟ لأنه ببساطة أو تحت أي لافتة سيكون هذا الحزب؟ تحت اللافتة ذاتها ببساطة شديدة. هناك لغة، هذه اللغة هي التي يمكن استخدامها سياسيا لتحقيق مكاسب سياسية على الأرض. هل أستطيع أنا في نهاية المطاف كمراقب سياسي أن أعتبر أن هذه الأحزاب التي سيكون بينها التنافس الرئيسي في النهاية إسلامية، أنها في النهاية تمثل طيارا سياسيا واحدا؟ كيف ذلك إذن؟ يعني اللي بتصارعه. طيب ليس هذا هو الحال. طيب من ضمن الأشياء التي يعني تخصك أنت شخصي أستاذ أيمن صياد، أنني علمت وعرفت أنك رفضت منصب وزير إعلام. نعم. أو اعتذرت عنه. اعتذرت وقبلت بمنصب مستشار للرئيس للتوضيح. هناك فائق كبير للغاية وأشكرك على هذا السؤال. بداية وكما تفضلت الدكتورة، الوزير هو عضو في السلطة التنفيذية في الجهاز التنفيذي للدولة، يفترض أن رأيه يقوله داخل اجتماعات مجلس الوزراء، وعندما يستقر الرأي في داخل المجلس على اتجاه ما عليه أن يلتزم بهذا الاتجاه، وليس له على الإطلاق مهنيا أن يخرج خارج الاجتماع أو خارج القاعة ويقول رأيا آخر، لأن المسؤولية تضامنية بين مجلس الوزراء. أنا اعتقدت في حينه، ويعني أتمنى أن أكون يعني أن يكون رأيي وفقني الله إلى ما فيه الصواب، أن الدور الذي يمكن أن ألعبه الدور الأكثر فائدة هو أن أظل محتفظا باستقلالي. أنا أعتقد أن صاحب الرأي عموما ما يملكه هو رأيه، وقيمة الرأي هي في استقلاله فقط. إذا كنت وزيرا لن أحتفظ بهذا الاستقلال. هذا الأمر يختلف كلية عن وضع مجلس استشاري، لأن في هذا المجلس رؤيتي له واحد أنه يضم أصحاب رأي. إذا كان يضم أصحاب رأي إذن لابد أن يظلوا أصحاب رأي. طيب. ثم أن قيمته أصلا في أن هذا الرأي رأي مستقل لكي يستفيد منه من يسألهم الرأي. يعني لكي يستفيد الرئيس لابد أن يكون رأيهم مستقلا عن رأي الرئيس وعن رأي فريق الرئاسة. لهذا أنا يعني ما زلت ألح. طيب سأعود إليك في نفس النقطة. دكتورة يعني أنت أشرتي بسرعة إلى الآلية التي يمكن أن يعمل بها هذا الفريق من المستشارين، ولكن هل تعتقدين أن الرأي للرئيس، رأي مستشار للرئيس، ربما يكون بابا يعني أن يتخلى المستشار عن هذا المنصب لأنه لا يسمع أو لا يستمع إلى كلامه؟ خليني أقول لك، أنا اشتغلت شوية في الحملة الرئاسية للدكتور محمد مرسي، كنت مسؤولة عن ملف المرأة في الحملة، وكان الحاجة الرئيسية اللي كانت الحقيقة مريحة إن دكتور محمد مرسي والقريبين جدا منه كان عندهم شغف شديد جدا بالاستماع إلى كل الآراء، والآراء اللي هي قد تكون شكلها مناوئ أو معاكس أو لا يعني يعزف على نفس الوتر زي رأي أنا كده يعني. فحضرتك عايزة لا خالص فتشيء إلي من طرف خفي وأنا أوافق. لا حضرتك كان بيطلب مننا إبداء رأينا مهما كان الرأي كان يعني مخالف أو يعني خارج عن الـ عن الـ عن الـ عن السرب زي ما بيقولوا. لكن أنا متأكدة إن دي ميزة في الدكتور محمد مرسي، إنه بيسمع جيدا، ودي حاجة الحقيقة يعني ميزة أعتقد إن هي بتفرق في القائد أو يعني المفروض متخذ القرار لو هو بيستمع جيدا، وبيستمع بالذات للصوت المعارض، يعني لا يطربه الصوت اللي بيقول له والله أنت صح وبرافو عليك، بيسمع للتاني. ودي أعتقد فرصة، وهذه الفرصة هتكون جيدة جدا للمستشارين إن هم يتكلموا بحرية ويقولوا آرائهم بمنتهى الوضوح والصراحة لصالح الوطن ولصالح الـ يعني لصالح العام، يعني لا فيها أي شبهة يعني إن احنا نمالئ أو إن احنا الأمور تسير على عوينها هكذا. لا، الصالح كده يبقى احنا نقول كده، وأنا متأكدة إن احنا هنتسمع. أنا أريد أن أعلق على كلام الدكتور.
الدكتورة تنتمي إلى حزب الحياة والعدالة، وبالتالي ربما يعني يسمع كلامها من زاوية معينة. أنا لم أنتمي يوماً للإخوان المسلمين على الإطلاق، بل يعلم أصدقائي في الإخوان المسلمين كم كنا نختلف في أيام الجامعة، أيام كنا طلبة في الجامعة، وما زال بيننا خلافات كثيرة. لم أكن يوماً منتمياً للإخوان المسلمين، ولكن أنا أصدق وأؤمن على كلامها، يعني خبرتي مع الرئيس محمد موسي، وأنا من خارج الجماعة ومن خارج حزب الحياة والعدالة، ولكن في أكثر من مناسبة يعني كان يعني لا أريد أن أقول حريصا، ولكن على الأقل ما كان يوفقني يعني إليه الله من آراء أعتقد أنها كانت تحدث أثرا في العديد من الملفات، ربما يكون آخرها مثلا ملف المشكلة الحبس الاحتياطي للصحفيين التي تفجرت مؤخرا. طيب. إذن شيء محمود أن لدينا رئيس يستمع، ولكن أريد أن أؤكد أنه في نهاية المطاف هو صاحب المسؤولية، يعني ذلك أن له الصلاحية الكاملة في اتخاذ القرار. هذا ردا على سؤالك، يعني سواء أخذ بالنصيحة أم لا فهذا شأنه. طيب تركيزك أستاذ أيمن على أن يعني هناك خطأ في تسمية المستشارين أو أن نضموا فريق بأنهم فريق رئاسي، وكأنك تترك الباب مفتوحا لأن لأول فرصة يمكن أن تتخلى عن دور المستشار. لا ليس بالضبط، لا بالعكس بالعكس ليس بالعكس تماما، وإنما أنا دائما أحب أن أدقق المصطلحات لكي لا ينتظر الناس أشياء قد لا تكون واقعية. يعني عندما يعلم المواطنون منذ البداية حدود الصلاحيات المنوطة بكل إنسان يكون التوقعات في مكانها. يعني اليوم مثلا ضمن التعليقات التي استمعت إليها الكثيرون تساءلوا وماذا إذا لم ينفذ أو تنفذ قرارات المجلس الاستشاري. هذا السؤال أصلا السؤال في حد ذاته خطأ، لا يستدعي إجابة، لأنه طالما أنه مجلس استشاري فشيء طبيعي، لكن اختلط الأمر لماذا؟ لأنه في أيام الانتخابات كان هناك حديث عن مجلس رئاسي، وكان هناك كلام عن هل يخوض الرئيس موسي الانتخابات بمجلس رئاسي من عدمه، وكان هناك حديث حتى عن أن هذا المجلس يكون له صلاحيات معينة. هذا أمر آخر، لسنا بصدد هذا الأمر الآن، نحن بصدد صلاحيات محددة. رئيس الجمهورية اختار نائبا سيكلفه بصلاحيات محددة حسب الدستور أو حسب الإعلان الدستوري الحالي، اختار مساعدين لهم مهام محددة، هناك مجلس استشاري وأضعها بين قوسين يحتفظ أعضاؤه باستقلالهم تماما لكي يكونوا لكلامهم فائدة. طيب هذه الاستقلالية أنا أعرف الدكتورة أميمة لديها موعد، وشكرا عموما أنك وافقت على الحضور، ولكن قبل أن تتركي المكان، أنت كعضو في حزب الحرية والعدالة، هل كان لك أن تعتذري عن هذه الدعوة من الرئيس لأن تكوني مستشارة؟ طبعا وارد، وارد جدا طبعا طبعا، ولكن كنا نخصائك بس، ولكن احساس الاحساس بالمسؤوليه. يعني حضرتك هذا ليس يعني تكليف مباشر، لكن هو يعني عرض، والعرض يعني بيتم التفكير فيه. وانا اعتقد ان هو الحقيقه يعني مهم في الوقت ده ان كل انسان يقدم ما لديه، يعني ما يتاخرش عن المشاركه والمساعدة. طيب لعل المشاهد يعني يقول الدكتوره أميمه كامل استاذه طب في القصر العيني، بماذا يمكن أن تسهم في هذا الفريق الاستشاري؟ ده سؤال مهم الحقيقة، لأن أنا الحقيقة في تخصص نادر، تخصص اللي أنا أستاذ فيه، أستاذ في الصحة العامة وطب المجتمع، وهذا التخصص يعني ماهوش لا يتعامل إطلاقا مع مرضى، وليست لي عيادة ولا بكتب بروشتة ولا أي حاجة، لكن تخصصي بيهتم بالتخطيط الصحي، تخطيط للصحة واقتصاديات الصحة والطب الوقائي. وأعتقد إن في ملف مهم جدا ممكن يكون من الحاجات عملنا عليها أبحاث كتير واشتغلنا فيها كتير قوي، اللي هو حاجات تتعلق بمشاكل المرأة والصحة الإنجابية. والجزئية دي الحقيقة 20 سنة وأنا بعمل في هذا المجال، فقد يكون هذا الجزء. طيب سؤال آخر يعني له فايدة في أول تجربة، هل ستنتظرين
تكليفا أو سؤالا من الرئيس باستشارة محددة، أم أن لديك ملف تعتقدين أنه ملف مهم ستعرضينه على الرئيس؟ أولا إحنا لازم نقعد، الفريق الرئاسي كله يقعد 17 أو هنبقى 20، مش عارفة هنبقى كام. المجلس الاستشاري يا دكتور. المجلس الاستشاري تمام. المجلس الاستشاري لازم نقعد ونشوف التصور أو الرؤية اللي عند الرئاسة إيه، ونطرح إحنا رؤانا ونشوف هل إيه الحاجات اللي لينا إحنا فيها رأي. يعني حضرتك ما حدش هيديني طيب ملف كده بيقول له خد الملف ده اشتغلي فيه، مش طيب. بصيغة أخرى، ما الملف الذي تعتقدين أنه من أهم الملفات التي يمكن أن تعرضيها على الرئيس؟ أعتقد ملف أنا في ثلاث حاجات أنا مهتمة بيهم، الصحة والتعليم والمرأة، وفي تداخل بينهم يعني. طيب، نحن عموما نتمنى لك التوفيق، كل التوفيق. مشاهدينا، سوف نستكمل مع الأستاذ أيمن الصياد هذا النقاش. أشكر الدكتورة أميمة كامل على حضورها، وبعد الفاصل سنلتقي مرة أخرى. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى في هذا النقاش حول فريق المستشارين وفريق الرئاسة، فريقان كما أحب الأستاذ أيمن الصياد أن نسميهم، أو نسميهما فريق الرئاسي غير فريق المستشارين. أهلا بك مرة أخرى أستاذ أيمن. أنت كرجل صحفي وكاتب ومحلل سياسي، فيما يحتاجك الرئيس مرسي؟ لا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال بالتأكيد، لأنني لا أعرف في ماذا يمكن أن أفيد، ولكن إذا سألتني عن بماذا أنا أهتم ربما أستطيع أن أجيبك. في ظني، وأيضا إذا عدنا للعلوم السياسية وإلى التعريفات، هناك ما تحتاجه مصر الآن وليس ما يحتاجه رئيسها. ما يحتاجه مصر الآن أن تتلمس الطريق الصحيح للتحول الديمقراطي. هناك استحقاقات لهذا التحول الديمقراطي متعارف عليها في العلوم السياسية، هي 5 استحقاقات، أحدها على الأقل الخامس منها هو ما يسمى بالإصلاح المؤسسي. وعندما يتحدثون عن الإصلاح المؤسسي فهم يعنون 3 مؤسسات: الإعلام إصلاحا مؤسسيا، القضاء، الأمن. إذا تحدثنا عن الإصلاح الإعلام الإصلاح المؤسسي للإعلام، وأنا أظن حتى وقت أن كان هناك حديث عن تولي وزارة الإعلام وما إلى ذلك، كنت أقول بوضوح أن الإصلاح المؤسسي للإعلام ليس ضوء وزير الإعلام، لأنه لا يقع ضمن صلاحياته. وزير الإعلام حسب القانون وحسب صلاحياته تنحصر صلاحياته في مبنى مسبيه، لا علاقة له بمنظومة الإعلام بشكل كامل. منظومة الإعلام تعني صحفا قومية، مؤسسات قومية لديها، هناك أسئلة كبرى يعني حول وضع هذه المؤسسات في مجتمع جديد من المفترض أنه سيشهد تبادلا أو تداولا للسلطة. ماذا سيكون وضع هذه المؤسسات القومية؟ السؤال الآخر،
وضع وسائل الإعلام المسموعة المرئية كيف سيكون في مجتمع جديد، كيف يمكن أن تضمن بشكل كامل حرية التعبير وحرية الرأي وحرية الصحافة دون افتئات على الحقوق الشخصية للمواطنين. كل هذه الأسئلة هناك منظومة تشريعية متكاملة يحتاجها مصر في هذا الملف على الأقل. طيب، هل تسمح لنا أن نتحدث إلى واحد من المستشارين، وهو واحد أيضا من أولئك المنادين بحرية الصحافة وحرية الكلمة، الشاعر فاروق جويدة. أستاذ فاروق، يعني أهلا بك أولا. أهلا بك. أهلا بحضرتك. أستاذ فاروق، يعني في اعتقادك، هل يعني وقع اختيار الرئيس محمد مرسي على فاروق جويدة الشاعر أم الكاتب أم السياسي؟ كل هؤلاء كل هؤلاء بلا شك، يعني أنا لا ينفصل الشاعر عن الكاتب عن المواطن المهموم بقضايا وطن. يعني ولا أنا بحيي الأستاذ أيمن وبحيي فك لكن هي يعني تركيبة الإنسان هي بتكمل بعضها. يعني أنا ما قلت شعرا قلته نثرا وقلته في ندوات، يعني ما فيش، ما بعتقدش أن في يعني خلافات بين عناصر الشخص. يعني فهو الشعر طيب، هذه الصفات أو العناصر أستاذ فاروق ومقالاتي وكل هذا، يعني وبجانب ده كل قبل ده كله أنا كمواطن مصري أعتقد أني على قرب شديد من قضايا المجتمع المصري بل وقضايا الإنسان العربي. كمواطن مصري، هناك 85 مليون مواطن مصري، وهناك شعراء كثيرون، وهناك سياسيون كثيرون، وأيضا هناك كتاب كثيرون. بماذا يفكر الأستاذ فاروق جويدة الآن فيما يمكن أن يفيد به مصر عن طريق استشارته أو استشارة الرئيس له؟ والله نشوف في قضايا يعني كثيرة مهمة، في قضايا المواطن العادي البسيط الذي ما زال ينتظر ثمار ثورة يناير وما زال حتى الآن لم يصل إليه أي شيء منها. طيب. وأنا بعتقد إن ده أكثر الأطراف تضررا في الفترة اللي فاتت أمنيا واقتصاديا ونفسيا، وده لابد أن احنا نبحث ليه عن مخرج. في قضايا النخبة بقى، الثقافة والفكر، وأنا بيؤرقني جدا وبيشغلني الانقسام الحاد في النخبة المصرية، وبعتقد أن ده عايز مبادرة رئاسية لجمع هذا الشمل وجمع هذا الصف، ومش لتوحيد الفكر أو لتوحيد الكلمة ولا غيره، لأن الشيء طبيعي أن نختلف، ولكن لتوحيد الإرادة. يعني مصر الآن بتحتاج إلى كل صاحب جهد وكل صاحب رأي وفكر، ومسؤوليتنا كلنا دلوقتي كنخبة أو كصفوة إن احنا لأن الملايين اللي في الشارع دولا منتظرين النخبة دي. طيب أستاذ فاروق، يعني أنا سألت الدكتورة أميمة كامل كانت معنا قبل قليل عن أهم ملف يمكن أن تعرضه على الرئيس من واقع دورها كمستشار. الأستاذ فاروق جويدة، هل لديه ملف عاجل يمكن أن يتقدم به إلى الرئيس؟ أنا بعتقد أن قضية بناء العقل المصري وإعادة بنائه على أسس سليمة وصحيحة بعد التخريب اللي تعرض ليه دي قضية مهمة جدا، ودي بتشمل ثلاث عناصر: التعليم والثقافة والإعلام. القضية الثانية اللي أنا بشوف إنها ملحة جدا ولا بد من طرحها والجدية الشديدة في حسمها هي قضية الأمية. لا يعقل أن يبقى في مصر أكبر دولة عربية وأكثر وشعب من الشعوب المتحضرة تاريخيا 20 مليون لا يقرؤون ولا يكتبون حتى الآن. طيب، إذا أردنا أن نحدد أستاذ فاروق، إذا أردنا أن نحدد مفردات مبادرة يمكن أن تطرحها، هل القضاء على الأمية مثلا؟
القناة الأمية ده لابد أن يكون مشروع قومي زي تنمية سيناء بالضبط. يعني مشروع تنمية سيناء الذي تأخر 30 عاما ده كارثة كان. وبرضو مشكلة الأمية النهاردة، لأن على الأمية بتقع خطايا كثيرة جدا وتترتب عليها مشاكل كثيرة، ابتداء بالسلوكيات في الشارع وانتهاء بلغة الحوار والفوضى والجريمة والعشوائيات، كل هي نتائج لهذا الكم من البشر الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. ودي قضية لابد أن تأخذ الصدارة بالنسبة لاهتمام أي حكومة قادمة. طيب سؤالي الأخير للأستاذ فاروق جويدة، أنت تعلم أن هناك القراءة السريعة لهذه التشكيلة من المستشارين تشير إلى أن هؤلاء الذين ينتمون إلى تيارات إسلامية سياسية ربما يشكلون معظم هذا الفريق، هل تعتقد؟ وهناك طبعا بعض الليبراليين المدنيين سمهم ما شئت، هل تعتقد أن هذا الفريق تتوفر له عوامل التجانس الكاملة لإنجاح مهمة الرئيس؟ التجانس لابد أن يكون، لأن دول كلهم مصريين وعلى عتبة وعلى أبواب مصر لابد أن نتفق مهما كانت خلافاتنا في الفكر. الخلاف في الفكر وارد، لكن احنا دلوقتي في مأزق وفي محنة وفي منزلق خطير، ولابد أن يكون في نوع من توحيد الإرادة مش توحيد الفكر. أنا لا يمكن أن أنا طالب حد أن هو يعتنق فكر مش مقتنع به أو موقف. طيب هل تتوقع في ذلك أن تكون هناك خلافات بين فريق المستشارين وفريق المساعدين؟ لا أعتقد أنه ممكن يكون خلافات، لا. أنا بتصور أن كل واحد من هذا الفريق أو كل مواطن مصري لابد أن يسعى الآن إلى توحيد إرادة هذا الشعب لكي نعبر هذا المنزلق، بالإخوان، بالمسلمين، بالملحدين، بالمؤمنين، بالعلمانيين، بكله. دي قضايا فكرية، ده نوع من الرفاهية الفكرية. بعد كده ما نخرج من المأزق اللي احنا فيه ونتجاوز المحنة اللي فيها الوطن، نبقى نختلف زي مع بعض زي ما احنا عايزين، وبدل ما كنا بنعمل مظاهرات في ميدان التحرير نطلع في ميدان التحرير نتخانق مع بعض ونخطب ونتكلم ونختلف. شكرا للشاعر والكاتب والناشط السياسي أيضا فاروق جويدة، وسوف نعود إليكم مشاهدينا الكرام بعد هذه الوقفة مع عرض لأهم الأنباء.